التأهل إلى دور المجموعات. 4 على 4 جميع الفرق المغربية تأهلت بدون استثناء، الحمد لله. المقابلة كيف ماشي كانت صعيبة، الأجواء صعيبة، كل شيء كان صعيب. الحمد لله عندنا رجال، رجال بمعنى الكلمة. دراري يستاهلوا كل خير. واحد المقابلة اللي كانت كبيرة وتمات بواحد التأهل. تناديو الجماهير الدكانية وتناديو المغرب بصفة عامة إن شاء الله. الحمد لله المجلس كيف ماشي. هذا مع الفريق اللي فريق قوي اللي ماشي ساهل كيف ماشي أمام الجماهير ديالو اللي غزيرة. الحمد لله الانتصار هذا واحد كبير على واحد الفريق كبير. الفريق اللي دابا واحد الجديد غادي يكبر إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله كان عندك كبير من بعد الكونفيكاسيون ديال الوداد والرجاء وبركان. دونك بقينا حنايا خاصنا نكملوا 4 فرق. الحمد لله كان عندك كبير، ولكن معنا الرجال كيمشوا تيران، اجواء صعيبه، جمهور، ولكن داكشي تحدينا كامل. الحمد لله ربي كبير. كنشكر اللاعبين والطاقم التقني ونتمنى سيروا وفروا جميع الظروف باش يكونوا مزيانين. الحمد لله. 4 بعد هذا التأهل، شي رسالة للجماهير؟ جديدية خاصة. خصوصا جديدة، كنتمنى من الجمهور الجديدي يخرج بكثافة، لأنه بلا بيه ما غنوصلوش لهذا الشيء. دونك هذا الشيء راه عامين وحنا كنبريباريو ليه باش نوصلوا باش ندخلوا للجروب. الحمد لله أول مرة كندخلوا في التاريخ. هاد الدراري غيبقاو في التاريخ لأنهم بعد 60 عام دخلوا لي جروب، والحمد لله غنشوفوا بعد نقطة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.